وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. فالمسلم يحذر من مسالكهم. ونوصي جميع إخواننا المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يحذروا من مسالك أهل الكلام وما يسمونهم أهل التأويل للصفات، وهذا تحريف وليس تأويل. ويسلكوا على جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يسلكوا مسلك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ومسلك التابعين لهم بإحسان. والحجة عندنا في هذا قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه ضمانة، ضمانة من الله أن من اتبع سبيلهم بإحسان نجا وحاز على الرضا والجنة. أما في القرن الرابع والقرن الخامس والمئة السادسة فلان وعلان من المتكلمين، فلان الأشعري، ما عندنا ضمانة أنها على الصواب، بل عندنا أدلة على أنه على الباطل وبراهين تدل على أنه قد زاغ وأخطأ. فكيف نترك هذا الطريق الصحيح، طريق الصحابة والسلف، ونسلك مسالك المتكلمين في أعظم شيء، أعظم شيء، أعظم شيء خلقنا لأجله، معبودنا الذي نعبده صارت أسماؤه تنكر الذي سمى بها نفسه، وصفاته تجحد وتحرف. والله إن هذا مسلك خطير يجب الحذر منه والنصح للمسلمين. والحمد لله، أبشركم بشارة، أبشركم بشارة، هؤلاء المتسلطون ممن وصفتهم لكم صحيح أنهم قد يسيطرون على بعض الأماكن وقد يمكنون، ولكن العوام حتى الذين في تلك الديار، عوام المسلمين إذا سمعوا القرآن وإذا سمعوا الأحاديث ولله الحمد والمنة يقع في قلوبهم التصديق والإيمان والإقرار بتلك الأسماء والصفات. حتى لو تحذلق هذا المتحذلق سنتين وراء بعض ما يستطيع ينزع هذا من قلوب العامة. ولهذا قصة مشهورة، سامحونا على الإطالة بس هذا مهم الموضوع. جاء أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني يقال أنه تاب آخر حياته، هو من الأشعرية وهو من هؤلاء، لكن إذا تاب تاب الله عليه، نسأل الله أن يتوب عليه وعلى جميع المسلمين، ونحن نفرح بتوبة من يتوب ونسر بذلك. ولكن يعني قبل أن يتوب في مجلس يريد أن ينكر العلو، الله عز وجل قال: سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوق إليه مئات الأدلة. فأراد أن ينكر العلو في ما آية عند حديث، ما يمكن، ما يوجد لا آية ولا حديث تدل على مذهب الحلولية ولا على مذهب النفاة. فماذا قال؟ قال: كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان، ثم خلق الله المكان وهو الآن على ما كان عليه قبل أن يخلق المكان. كل هذا اللف اللي أنتم بعضكم ما فهمه مراده باختصار الله عز وجل ليس فوق العالمين وليس فوق العرش، هذا معنى كلامه. بس لف هالملفة الصعبة دي ها عشان يحيرك ودوخك في الكلام وتتعب فجاء رجل من الحضور اسمه الهمذاني، قصة مشهورة، فقال: يا إمام أو يا أستاذ الأستاذين، دعنا من هذا الكلام، كان الله ولا مكان ثم خلق المكان، دعنا من هذا المكان، لكن أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها ويجدها كل إنسان. ما قال عارف قط، عارف يعني عابد، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة نحو السماء. شوف أنت في نفسك الآن، أي واحد منكم الآن عند الشدة ماذا يحدث له إذا جاء يقول يا الله، ينظر للأرض، ما يمكن يتجه. فقال: حيرني الهمذاني، حيرني رجل فيه صدق، هو الجوين يعني حسب الحيرة، حسب الحيرة، حسب الغلط في كلامه، هذه المنازعة للفطرة. ومدام قلت قصة أقول لك قصة ثانية. ابن تيمية
رحمه الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية كان في مجلس يساعد الناس ويجي الناس بحوائجه فيقول جاءني أحد نفاة العلو لحاجة. الشيخ كان مشهور وكان له أيادي بيضاء وشفاعات ويساعد الناس فجاءني يقول أحد النفاة إيش لحاجة يريد إيش حاجة الله أعلم ما ذكرها الشيخ ربما شفاعة أو مساعدة أو شيء. فقال وقد كلمته من قبل وكان ينكر العلو علو والله فوق خلقه فأخرته عمدا حتى تبرم. تعرف ما أنا أخرته عمدا يعني جاءه رقم واحد فخلاه رقم سبعة يمشي هذا قبله ثم جاء واحد يمشي هذا قبله فتبرم. فأنا يقول أردت هذا هذا معنى كلام يقول فرفع رأسه وقال يا الله الوقت يعني طال عليه. فالتفت إليه مباشرة لمن ترفع رأسك قلت لمن ترفع رأسك ما ثم شيء فوق عندك لا ترفع رأسك تقول الله ليس فوق العلو. فيقول مباشرة فقرأت عليه الآيات والأحاديث في هذا الباب فتاب من ساعته. وهذه القصة ذكرها الشيخ في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل ذكر هذه القصة الجميلة. وهذه عشرات القصص عاد بس المقصود أننا يعني نبين لكم أن هذا مسلك خطير ومسلك مذموم يجب الحذر منه.